العظم ياكلوا فيه الوزرة ناكلوا فيه نحن ولا اللي خلطنا عليها. عارت العظم ب 15% ولا ب 15% وما ثماش. يا بجي الكادرور معايا قال لي البارح عارت العظم ب 16%. 15 وب 16% يا خويا ربي يرد على الصلاح ولا العظيم مشات كان الخضرة رخيصة. نحن نحسوا بالزوالي 800 ربطة بصل بطاطا ب 12% طماطم بدينار وب 800 كل شيء رخيص. رخيصة كان بفل رخيص تمشي بلايص أخرى تلقاها غالي أختي والله العظيم. عندنا فرماسية عندنا في الأسوية قسما بالله هذه ربطة البصل ب 15% في بلاصة أخرى والله العظيم. أو السنترال لهنا بسباس بالكيلو. لازم العظم ولازم اللحم خليه يقعد والله العظيم. استعملوا الحشيش بتاع البسباس ناكلوا الحشيش ناكلوا الظلف. أنا مش ننزل المرا والذري ونحرق في الصيف والله نستنى فيه والله العظيم. مع السياد لهنا يا أختي توجي كيفاش تبدل كنت نضحك والله العظيم على حسابك كمان كيفاش تعيش هذه 50,000 في البلاد هذه وما تعيشش والله 50,000 ما عادش تعيش تفطر الصباح بركة ب 20,000 خاطي تجيك ناخذ كراسة الآخر ناخذ كتاب ناقص أدرى شنو باش تعمل باش نسرق قسما بالله وين باش تسرق باش تسرق ما فماش شكون باش تسرق كلنا كيف كيف طب كي أنا كي أنت زوز مع الناس.